أنا بشكركم جداً وهقول كلمة فيما لا يزيد عن 3 ساعات لو سمحتولي. أنا طبعاً شرفت بالوقوف إلى جوار النبي على خشبة المسرح، ودي مرحلة في حياتي مهمة جداً، إلى جانب أني شرفت بالوقوف أمام كاميرا الأستاذ محمد عبد العزيز وهو موجود لأول مرة في حياتي، وشرفت بأول فرصة أخدها من المخرج عمر عبد العزيز وشاركت بيها في هذا المهرجان من قبل، فشكرا جزيلا ليكم. 2 3 ساعات خلصوا، شكرا.